مش معقول هنقول ان موسيماني افضل مدير فني بعد السوبر، وبعد السوبر تعادل وارد جدا، وارد جدا. هنخسفه حقه، وهنخسف حق اللاعبين، وهنخسف حق مجدي قفشه، ليه كل ده؟ تعادلنا؟ تعادلنا. زعلانين؟ زعلانين ومتضايقين جدا جدا جدا. النادي الاهلي احنا دايما كده لما بنتعادل بنحس ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا. انا عارفين احنا كده، احنا طبيعتنا كده كاهلاويه. ولكن في نفس الوقت لما حضرتك تشوف ان هناك بعض الاخطاء من حقك ان انت تنتقد، واحنا بالمناسبه امبارح برضو اللي شاف الاستوديو التحليلي عرف، انتقدنا الاداء، انتقدنا ان اللعيبه مش قادره تشيل رجليها. في ايه؟ في ايه؟ اقول لكم في ايه؟ اقول لحضراتكم حالا في ايه؟ في اجهاد. يا عم انت هتقعد بقى تقول لنا كل شويه اجهاد وتقول لنا مش عارف ايه؟ ما هو دي الكوره يا جماعه، هي دي كره القدم، وهذه هي حقيقه النادي الاهلي. ان النادي الاهلي ما بيضحيش، ده واجب على النادي الاهلي ان هو يودي لعيبه المنتخب. شوف كام لاعب، شوف كام لاعب لعب مباراة امبارح، لعب مع منتخبنا الوطني، شوف كام لاعب ما كانش قادر يشيل رجله من اللعيبة دي، غير اللي متصاب او اللي مصاب اساسا بسبب الفترة اللي فاتت والاجهاد في الفترة اللي فاتت، كل 3 ايام مباراة في الفترة اللي فاتت، وعليك لود كبير جدا كلاعب منتخبنا الوطني اللي هو عمرو السولية وايمن اشرف، عشان هما اللي اتصابوا يعني. وبقية اللاعبين اللي كانوا موجودين ما بين شريف اللي كان بيلعب في مركز غير مركزه، رؤية جهاز فني، ومحمد مجدي قفشه اللي ما كانش بيلعب كل المباريات، وبالتالي رؤية جهاز فني للمنتخب، وبالتالي النفسية ماشية ازاي، الأمور ماشية ازاي، حاجات كتيرة جدا نقدر نتكلم فيها. لما نيجي ننتقد، من حقنا ان احنا ننتقد، ومن حقنا ان احنا نقول كل حاجة، ولكن في نفس الوقت لازم نحط الفريم المظبوط في هذا الإطار، في الإطار اللي احنا بنتكلم عليه. يا جماعة احنا محتاجين، خلي بال حضرتك، احنا قاعدين شهر وشوية مش هنلعب مباريات مع النادي الأهلي، النادي الأهلي يعني مش هيلعب مباريات، وبالتالي خلينا ننتقد، وننتقد بوضوح ايه اللي بيحصل. الفترة اللي فاتت كانت عاملة كده ليه؟ هو ليه موسيماني ادى إجازة طويلة؟ ادى اجازه طويله علشان عنده ناس لازم ترتاح. محدش ارتاح الفتره اللي فاتت، اكتر حد ارتاح لعيبه المنتخب تحديدا، قعدوا لهم 3-4 ايام او 5 ايام انا فاكر، وبالتالي هذه اللعيبه دي محتاجه ان هي تريح. انت يا عم اسلام كل شويه او لسه في اول السنه وهتقول لنا الكلام ده؟ ايوه يا فندم، لانه ما كانش في اول سنه، ما كانش في نهايه سنه واول سنه، فدي حاجه ما بنشوفهاش كتير، ما بنشوفهاش كتير غير في النادي الاهلي، يمكن بعديه بمسافه شويه نادي الزمالك ونادي بيراميدز لانهم الاكثر لاعبين موجودين في المنتخب برضه. لكن النادي الاهلي هو اللي دايما بيبقى كده، هو اللي دايما بتشوفه بهذا الشكل. هننتقد ونقول ان في واحد واثنين وثلاثه واربعه، اصل انت يا عم اسلام هتقعد تطبل وتعمل. انا والله ولا بطبل ولا بعمل، انا بقول كلام علمي حقيقي كنا بنعدي بيه. كنا بنعدي وبنمر بهذه الامور بشكل او باخر. فاحنا عارفين النادي الاهلي الضغوط فيه ازاي، عارفين كل الامور ماشيه ازاي، عارفين ان احنا بالنسبه لنا كل مباراه هي مباراه بطوله، فلازم ننتظر لنهايه المباراه ونقول نقول ان فلان كان وحش وعلان كان وحش وده كان وحش وموسيماني لم يبدا بالتشكيل الجيد وكذا 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 وكذا، ولكن في النهايه يجب ان يتم وضع هذا الامر او وضع هذا الانتقاد في الإطار الصحيح أو الإطار اللي يخدم فريق النادي الأهلي اللي احنا عايزينه يكسب الدوري. الناس تذكرت السنة اللي فاتت لما خسرت الدوري، خسرته بسبب مباريات بتتقال إن هي أقل شوية، أو النقاط اللي انت فقدتها من فرق أقل منك بكتير، ولكن كان في ظلم تحكيمي والكلام ده كله. لكن مش هننسى برضو ان كان الظلم التحكيمي ده كان له اثر كبير في فقدان الدوري. السنه دي الناس بتقول لك اصله فيوتشر برضو يعني، لكن فيوتشر عنده عامل فريق جيد وعنده مجموعه لاعبين جيدين وعنده 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 خبرات في الملعب. فلما حضرتك تشوف الموضوع بهذا الشكل، نبتدي بقى نتكلم ونقول احنا كان عندنا، هو ليه لاعب ميكيسوني باك ليفت مثلا؟ أنا كنت شايف كده، هو ليه لاعب ميكيسوني باك ليفت؟ ممكن بقى نبتدي نتكلم في هذه الأمور، ولكن زي ما قلت لحضراتكم في الإطار الإيجابي اللي بيخدم الفريق، مش لمجرد إن أنا طالع أشتم وأنتقد وخلاص، لأ، بلغة السوشيال ميديا تقطيع يعني.